نتيجة الدي ان ايه؟ صدفة. قولي الحق. اهو اهو يا حضرة الضابط، المجرم القاتل اهو. الراجل بتاعك اتقبض عليه واعترف انك انت اللي قتلت معتز. معتز؟ ودلهم على مكان الجثة. يا شيخة اتقي ربنا بقى وبلاش ظلم، هو فيه ايه؟ لا يا فندم ما تصدقش، بابا عمره ما يعمل كده. اتفضل معانا لو سمحت من غير شوشرة. اتفضل. هاتوه. صدفة. خلي بالك من اخواتك. هاتوه. اوعى ايدك لو سمحت. انا جاي معاك. اتفضل يا بيه. Ha ha ha!